بسم الله الرحمن الرحيم. هذه لا تنادي فهم يا بني قومي وسودا أعيد للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيود. He saying, see, it's not only the one about stoning to death. It's not about feeding the adult from a woman a breast. No, there's a lot of verses missing. You know, and what I said to you, the hadith is from your book saying that the goat did eat. So I don't know how many verses the goat did eat. But from what is written in the hadith mentioned that according to the wife of Muhammad, not me. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإثم سوف يصيبكم بثباتي لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عالي الطبقات يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن للآيات. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عاليا طبقات يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات. نحري بنحرك يا محمد إنني متنهف للقائكم بمماتي عرضي بعرضك يا نبي مليكنا حان الوقوف لعرضكم بثباتي حان الوقوف لعرضكم بثباتي. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. You will, you know, don't you know that in Islam there is something, it's called abrogation? Abrogation? Okay, you know what? Let me ask you. Abrogation, it's mean you don't follow it anymore. But as an example, the stone to death chapter or surah or verse, you know, it is not abrogated. But it's not there. Why Allah, He took it off? There's no reason. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي يا فرحة الدنيا المليئة حينما هل الحبيب وصاحب البركات سقطت رماح الكفر عند قدومه واستبشرت في مجده أبياتي فلربما غصن الأراك برينه يثني المبارز يسقط الرايات ولربما موت الكريم مخوف للقوم إثر وفاته بهباتي للقوم إثر وفاته بهباتي. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمى الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة
زادت فؤادي للنبي صلاتي ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام وصاتي فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام وصاتي فستعلمون بأننا من أمة صلت على خير الأنام وصاتي صلت على خير الأنام وصاتي. This is an Islamic Shia side saying clearly that the Quran is corrupted, the one in the hand of the Sunnah. Like as an example, this is one surah is missing from the Quran. It's called Al-Wilaya, Surah Al-Wilaya. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا ونجند الوجدان والفكرا بدمائنا سنلون الفجرا ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى ونجند الوجدان والفكرا بدمائنا سنلون الفجرا ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى بكفاحنا سنحول المجرى بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة. It was an amazing book. Is it literally true, the Bible? I mean, you know, probably not. You know, I mean, the idea that... And no, I'm not a literalist. It was an amazing book. Is it literally true, the Bible? I mean, you know, probably not. You know... بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا بالمشعل الوقاد سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمة وجلاد ونفل جور القيد والأصفاد بجهادنا بالمشعل الوقاد سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمة وجلاد ونفل جور القيد والأصفاد ونفل جور القيد والأصفاد بجهادنا سنفتت الصخرة بجهادنا ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة بجهادنا ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا بعزيمة جبارة كبرى بجهادنا وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا بعزيمة جبارة كبرى بجهادنا وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا وإرادة لا تعرف القهر.